مرحبا بك. وبيك اختي عايشك؟ لاباس سافا با شويه لاباس، اما الحمد لله ما ثم اشكاليات في الدنيا، معناها يرجعوك الحاجات خايبه برشا. اتمنى روحك تبل. انا مواطن تونسي نخدم في وزاره الفلاحه فرع الطيارات سونا بروف، صارت لي برشا مشاكل معهم غاديكا واليومين هذايا، وعندي داري تحرقت وحبوش يعطوني فلوس اللي انا عندي الحق، وقبل صارت برشا اكسيدونات تاع طياره، انا بتاع سليمان تفلقت علي ريزرفوار تاع الطياره تاع الموتو بومب زاد فهمني. من بعدها تصير لي اشكاليه في الاداره فهمني، نتضرب مع عند عباد من برا، نتضرب لدواوني نظام كل معناها فوق الخدمه. انا العمليه الاولى كان خويا ما بعثليش من المانيا فلوس 12 مليون باش رجعت عينيا زو عمليات وما عطوني حتى فرنك هذا احد. خلينا نبداو نحكيو في التفاصيل، من وقتاش بدات المشاكل هذه معاك؟ تفاصيل من وقتاش؟ نحن كنا في فرع وزاره الفلاحه فرع سونا بروف، كنا نخدموا في الامور الفلاحه مع بعضنا مريقلين، مش خدمتنا ماشيه بون. دخل فيها العسكر، العسكر بدا من الاول سافا صلح شويه، مي فما عباد زاد حط فمهم اللوطه. نورمالمون كل واحد ياخذ حقه كيما هما ياخذوا حقوقهم. صار الاكسيدون انا بتاع طياره في سليمان اللي حتى هما من زملائهم هما بتاع الجيش هم صحين عليا، معناه لي انا تضربت في الطياره وهزوني سبيطار سليمان. وعندما يوصل سائق طائره؟ مش سائق، لا لا نخدم مع الطائره انا، ثم سائق وثم ميكانسيان وثم شاب ديكيب وثم شوفير وثم اللي زملاء العباد. الطائره هذه نتاع شنو؟ الطائره هذه نتاع مداوات، نحن نعملوا الدويات نعدوا في الطياره، والطياره تاع بترش معناها تاع كناموس ولا كي جراد ولا معناها قمح وشعير فونجي كذا يتسمى، معناها الزيتون زاد القوارص بصفه عامه كله في دينا نحن نخدموه معناها فهمتني. كنا نخدموا مريقلين امورنا واضحه، ملي جاء العسكر ولت بالوجوه امور السلطه نورمالمون يمشيوا بامور قانون تاع وزاره الفلاحه، خاطر هو جاي ملحق ما يدخلش امور الرتبه بتاعه في العسكر باش عنده شويه بوفوار باش يضغط على العباد يحطمهم. نحن كنا نخدموا مريقلين امور العوان تاع الفلاحه بصفه عامه مع بعضنا مريقلين نخدموا، ما ثم حتى حاجه غالطه رجعت جاوا هذوما ماهمش ولاد دومان. ما فهمتش انا كيفاش هذوما ولاد دومان وكل مره ايش دخلوا؟ نعم ايش دخلوا؟ من عام 2014 بشوي بشوي جيبونا في الجيش، مرحبا بيا الجيش، انا ما عنديش مشكله مع الجيش انا ولا وزاره الدفاع، اما نورمالمون هما كي جاوا ثم تصليح متخمم مع كان انت ما تهضمنيش والا ما تحبنيش ما تاخذليش حقي في الخدمه، خاطر انت كمواطن زاده جاي تخدم في الدوله وانا زاده نخدم في الدوله عادي، انت تاخذ في الشهريه وانا ناخذ في الشهريه، كل واحد يخدم خدمته. معناها برشا استفزازات صارت معاهم قبل من برج العامري مطار غاديكا، ثم عباد زاده تخدم ما فهمتش انا ميكانيكا فيون بولونا ما يعرفش يحلها، اللي تو هو راه في السيت معناها يضرب في مليون و600 ولا قداش مليون 700 ابار ديبلاسمونات 35 النهار وابار كذا فطور وكرهبته وشوفير ومزوط، واللي كنا نحن قبل ثلاثة طيارات أربعة طيارات نخدموا بهم معناها بالكبير التراكتر قبل فهمني، نخدموا بكهرباء برك. توا لهنا عندنا خنفوسة إيلام صغيرة فهمني، تمشي بسون بلون من الكيوسك تصب لها حتى ب 10000 تهبط تصب لها ب 10000 وتمشي فيها ثلاثة يمكن ستة كراهب على الخنفوسة هذيا معناها فهمتني، اللي تداوي خمس هكتارات ولا شنيا معناها حكاية فارغة، اللي قبل نحن نداويو بال 6000 7000 هكتار وحدنا وواحد وسور تيران بداو ثلاثة من الناس أربعة من الناس هذوما كلنا خدموهم توا راهو 20 واحد وترجع الخدمة سافا با شوي، وطيارات كسرت وفرك وزبيع ومن بعد عاود كريهم رجعهم فما برشا، وأنا ما نتحمل مسؤوليتي راني في الكلام قاعد نقول فيه هذا، وراهو الأكسيدون تاعي تاع الطيارة راكم عطيتوني حتى فرنك وراكم حكينا توا على مشكلة كيفاش صار معك الأكسيدون. الاكسيدون انا قاعد باش نحط الفيكسيبل في الطياره معناها، وثم موتو بومب المانيت باش نحلها باش يتعدى الدواء يطلع في الطياره معناها فهمتني. السيد اللي ما غاديك نورمالمون يشد الفلاسك في الوحده بتاع الطياره ما يخليهوش مرخوف، نورمالمون يبدا مكبوس، خاطر انا مقابله متلاقي بالموتو بومب ومتلاقي بالبيلوت في وسط الطياره معناها ديما عين المنه وعين في الطياره، خاطر انا نطلع له في الطياره تخدم اللي انا نورمالمون ما عنديش الحق نطلع للطياره نمسح البرابريز، اللي انا وليت نطلع في الطياره والطياره تخدم واللي يستخدم بالريحه بتاعها برك ينجم ينطرك وما تخدمش يعمل لك حكايه اخرى. صارت لي خدمه، صارت لي اشكاليه في الاداره، تضربت زاده كيف كيف على عيني خاطر عيني راه سونسيبل ياسر اقل حاجه تاثر فيا ديريكت عمليات معناها فهمتني، برشا فلوس زاد على عيني. تضربت في الليل في الاداره فهمتني، خسروا عليا مليون و800 حق العمليه وقصوه لي من شهريتي، قصوا لي مليون و800 من شهريتي اللي انا نورمالمون هم يداويني خاطر انا فوق الخدمه، اللي هما غاديك واحد ولا اثنين اوفريي معناها نحكي معاك راسه يوجعوا يزول السبيطار، انا ما يحبوش يتلفتوا لي خاطر نتكلم وخاطر ما نسكتش على حقي وعلى ذاك راني ما يحبونيش معناه.
فهمني؟ وانا نزيد نرجع لك قبل في سليمان طياره تخدم بقفه ملوخيه. بيلوت يمشي يداوي بلاش معناها الفلاح بصفته بالزر، انا سرتيران غادي كي جايب لي قفه معبيه بالملوخيه الفلان، قلت له ليه رجعتها؟ ولات لي برشا اشكاليات اخرى زاده معناها، فهمتني؟ انا ماني طالب حتى شيء، انا تو عندي ثلاثة ايام التالي داري تحرقت بكلها، فهمتني؟ بنتي ومرتي في الشارع تو. مشيت اخذت فريجدير من عند العلاني، باش نجم نحط فيه باكو حليب خاطر قادر نجم ناخذ بالفاسيليتي فريجدير، فهمتني؟ عاملين كونفونسيون معاهم، قلت لهم اعطوني مليون ونص ومن حقي باش ناخذ مليون ونص انا، فهمتني؟ كيف حرقت الدار؟ والله يا ماس بتاع ذو انا هما ثلاثة ديار، انا الدار ثلاثة خطفت فيا النار في الكرم، فهمتني؟ مشيت لدار قلت لهم اعطوني مليون ونص مانيش مسالم معاهم انا نظيف، ويعطيو في الامور هذيا باللجوء هذاك قبيح ما نعطوهوش خاطر هذاك ما ادري شنيا، انا ماني طالب حتى شيء. وحاجه اخرى بالليل حاب نذكر فيها سي حمزه البلومي وسامحني كان ذكرت الاسم، معناها راك الطياره اللي حكيت عليها المربوطه بالتل راهي صحيحه ماهيش غالطه. الطياره اللي حكيت عليها في البرنامج بتاعك راهي ذيك البتل اللي تحت قدام حبس المرناقيه اللي توفى فيها حمزه ذولا زميل نسيت اسمه ما عليناش. لهنا انا وضعيتي شنيا؟ تو قاعدين يتلكشوا على عباد ثلاثه من الناس اربعه من الناس يتلكشوا عليهم خاطرهم بوفوار عسكر وكل شيء رموه يمشي بالسكه صحيحه، هذا بتاعنا وهذاك مش بتاعنا، وانا راني ما نسكتش على حقي. تو طلبت مليون ونص ما حبوش يعطوني انا مرتي وبنتي لبرا، انا كنت راني زاد خايب شويه، نظفت عرست جبت بنوته مصلي على النبي حياتي ماشي ومريقل اموري واضحه. صارت لي بالاكسيدون هذايا فهمني، نحب نبعد جمله انا معناها نحب ننظف معناها، فهمتني؟ جيت نحكي معاه اعطيني مليون ونص وما تحكيش معاه ويحقرك وما تدخلوش للبيرو ويوصي عليك العباد زاده باش ما تدخلش. انا واحد من الناس شكون باش نشكي بيه؟ هذا نشكي بيه لربي صحيح، اما شكون باش نشكي؟ شكون باش ياخذ لي حق؟ انت تو ما نعرف شيء، انا بنتي وبنت ومرتي تو لبرا في الشارع اللي هو مصح تو شيكات بتاع وتله وعباد تمشي العسكر اللي يجي يخدم هذايا فهمني، عاملينها محطه نحن استاجات لبرا فهمتني، ويرجع بسم الله. وبعد كي نجيو باش يخدم معانا على الاقل قد منا الاضافه ولا عطينا حاجه خاطر انت معانا، ليه يكمل يريق الامور وتك ويرجع للتونيسير، فهمتني؟ ويخلي الواحد هذيك غاديك هذي من بعد ما يطلع في الجراد بتاعه معناها، عاملينها نحن يطلعوا بينا في الجراد جماعه الفلاحه اللي نحن نخدموا ملول الدنيا معناها في بلايص خايبه زاد راهي جبولات لا اعلم واحد يروح حي ولا ميت، فهمتني؟ في طنبك الارهاب ونبدو نحن غاديك المشاكل هذيا وش يعملوا هما؟ يجب درويحهم الكل يحطوني انا، تعرف انت البلايص تمشي جبولات جيب الماء جيب ما نعرفش ايه كذا ارهاب ودنيا، انا كلوتش كان يتعدى اللي مات في جندوبي يتعدى يقول لي سلام، فهمتني؟ وبعد مش عرفت هو ارهابي كل يوم يجي من قدامي معناها كذا، فهمتني؟ انا حاجه بركه طلبها السيد هذا منه، اعطيني اخوي كما تعطي العباد كما بالقانون وكل شيء كما اعطيت للعباد، ايش بيك انت تعطيني انا مليون ونص باش نكمل ندهن داري ونرجع مرتي وبنتي وملايكه بيت البرة علاش؟ غير تحبني انا زاد نرجع نحط في راسي راني ما نجمش نشكي بيك وراني ما ثم حد باش يقول لي حقي، فهمتني؟ وراني نجم نعمل اللي في راسي خاطر انا كي نغزر لبنتي وكي نغزر له هو ممكن نجم نتحول في اي دقيقه، علاش فزت لي انت مستقبلي؟ وبرش عبيد كيف راهي مظلوم وثم شكون المخادم 25 سنه اختي منظر قروع هذا في جندوبه شاكي بهم وكل شيء هم امور معارف لعبوا له بالاوراق وما قال شيء 25 سنه سيرفيس اختي هذا جابوه على برا 25 سنه خدمه جابوه على برا ما في مي انا ما عليناش عمل نحب نواصل صوتي انا بحاجه ما نحبش نتهور ما نحبش كذا نحب نرجع مريقل اموري واضحه ما تخلوناش نعملوا زايد خاطر الاستفزازات بتاعكم ياسر راهي في الاداره وراكم عندكم من توصلوا بالنسبه لي انا راهم عندكم من توصلوا معايا صحيح حتى امور ترقية تنحيني امور كذا تنحيني اما راهو ثم ربي في الاخر وانت نقول له يا مدير عام ما عادش تحط وذنيك شوف بعينيك وذنيك نحا وحط وذنيك نحي وذنيك واسمع وعيط لي واحكي معنا كاشخاص انت كي جيت ملول قلت بيرو يا محلول علاش انا كي نجي ندق الباب باش نحكي مع عارفي ما يقبلنيش علاش كي نجي روتار يعمل لي حكايه علاش انا كي نغيب نهار يعمل لي حكايه فهمتني وراهو عيب زوز اكسيدونات معناها راني انا في عينيا وما خذيتش فيهم حقي ودويت روحي بفلوسي وتتكلم رانا نعملوا لكم من عرض رشنيه نحينا من البوفوار تاع المينيتير هذاك راهو في الجزرنات ربي معاهم، مي رانا نحن مور فلاحه يمشي معانا بقانون الفلاحه، نحن عندنا ستاتيو زاد تو عنده يجي 15 سنه ولا 14 سنه ما جاش علاش؟ ستاتيو هذا خاطر نحن يقوينا في شهرينا يحسن وضعيتنا، اما هما ما يساعدهمش جماعه العسكر. ولا وراك دين لنا الستاتيو بتاعنا راهو جي 14 15 سنه تو ستاتيو. وراني انا قلت وراني ما نخاف من حد، وراني كي نغزر لبنتي ومرتي انا تو راني في الشارع، راني ما نعرفش على روحي كيفاش نتحول.
ويعيشكم. رانا بالرسمي اخطاونا يا مديرين، اخطاونا، اخدم بالحق.